ما تخليهم يخربوا لنا سهرتنا. أنا بعتذر، معك حق، بس مين في يتدخل بين الأم وبناتها؟ أصلاً لو شو ما صار يصير ما لازم حدا يتدخل. وأنا هيك رأيي. مؤسف. في إلك عندي مفاجأة تانية إذا بتقبلها مني كهدية. شو هي؟ انشغل بالي. وقت يلي ما كنت هون فكرت بالأحرى، وقت يلي حسيت قديش مشتقت لك قلت لحالي شو اللي منتظرينه. شو اللي عم بسمعه؟ ايه مانا مضطرين ننتظر حدا، خلينا نتزوج فورا. كتير عم تفاجئيني، رائع. بعدين هذا الوضع ممكن يدوب الجليد يلي بيننا وبين نهاد، ما بيستمر بالتخريف. أنا مستعدة أقول لك نعم وإمتى ما بدك، لكن خلينا نبدأ بالتحضيرات مشان هالشي. منيح. بس الصور اللي بترابزون ما طلعت لسه، كان لازم تشوفوا قديش كان في عجقة هونيك. وجعني ظهري وانا عم طخي وقوم من تبويس الايادي. طبعا عيب الحكي، بس الذهب اللي برقبتها لعب دور كمان. ها أوه. عن جد عيب يا رضا، مو كذب، كان حلو كتير، عملنا عرسين للطرفين. بس رجعتوا بسرعة، ما قدرتوا ترتاحوا منيح. ويكون هون الشغل كتير كمان. انا راح عيشها شهر عسل لسهيلة خانم طول العمر، من البداية وعدتها. ما شاء الله، الله يعطيكم على هوا نيتكم. آمين آمين. يسلم إيديك. صحة وعافية. تولي خانم، ما بدي أشرب بعدين ما بنام. مثل ما بتحبي. ما بتخليك تنامي؟ أنا الشاي ما بيعمل معي شي. وهي شاي بالفواكه. بتشكرك. هونيك الشاي مو مثل هون مرتاح أبداً. مو هيك؟ هونيك عندهم أعشاب الشاي بيحطوها بهالبريق وبيغلوها، بتطلع طعمته بتجنن. الشاي شاينا، عم نشرب الشاي تبعنا. وأنا كمان بدي من شايكم. آه طبعاً طبعاً، رح نجيب شاي للكل.
ما بتعرفوا قديش فادتنا كاميرات جميلة، صورنا كل شيء، وشي ليلة بتجوا مشان تشوفون لهدول كمان. منشوفهم طبعاً، مانا مستعجلين. في شي أخبار جديدة عن كاتيا؟ لا. دخيلك ما بدنا، خليها بعيدة عنا. كاتيا إجت على المشفى. وشو بدها بقى؟ لا بس هيك زيارة، حبت تشوفني. لسا إلى وش تشوف حدا منا؟ خد من هدول كمان عمي سليمان. أكلت من الكل يا بنتي، تسلمي. عملتن بطريقتك، كيف طالعين؟ تسلم إيديكي، أنا ما عاد يطلع لي معك. استغفر الله، شو هالحكي؟ كل شي تعلمته تعلمته منك. المدموزيل مرجعت لك المفتاح من جديد. سليمان أفندي أعطاني شغلة إلي كمان. أنت أعطيها المفتاح أمانة وقايله يسلمني إياه باليد. مو هلأ كان لازم يعطيك إياه؟ قلت له يعطيك إياه وقت يلي بصير لي شي. بلا جنان بشير، ما رح يصير لك شي. أعطيني مفتاحي. قلي هذا مفتاح خزنة بالبنك ما؟ مزبوط. أعطيني إياه. شو عم تخبي؟ شو في بهالخزنة بشير؟ لميس خانم، إذا بتريد أعطيني إياه. أنت قايله لسليمان أفندي هي بتعرف شو بدها تعمل. كيف بدي أعرف شو بدي أعمل بدون ما أعرف شو في بالخزنة؟ شو في بهديك الخزنة؟ ما حدا لازم يعرف قبل ما أموت. حاجتك بشير، شيل فكرة الموت من راسك. صدقني بشير، انت هيك عم تظلم حالك، وما بدي اسمع هالكلمه من تمك مره تانية. هلا بدك تقلي شو عم تخبي بهديك الخزنه. مو هلا، خلص بعدين رح تعرفي شو فيها. هلا هلا ما في واجه هالشي. اذا بتريدي لميس خانم لا تتعبيني، كثير تعبان وما فيني اتحمل هالشي. صار فيي هيك لاني ما قدرت اتحمله اصلا. ما في لك، ما في حطم أحلام حدا، ما في حطم أحلامها. مين قصدك؟ نهار؟ هذا الشيء رح يدمرها. أنا ما فيني أتحمل شوفها بهالحالة. إذا في شيء رح يدمرها لنهار، بتكون ظلمتها كل حياتها إذا خبيته عنا. أعطيني يا رجاء. يعني فكر إذا قضيت على حياتك رح تساعدها لنهار هيك؟ بشير أنت رح ترميها بالنار بإيدك، عم تفهم؟ فيق بقى، فهم علي، قوم على رجليك وحكي اللي بتعرفه. صدقني مستقبل نهال بإيدك أنت. إذا كان هذا المفتاح بيحل كل شيء، أنت بدك تفتح هالخزنة، أنت بدك تنقذها لنهال. ما بيصير تتركها وتهرب، ما بيصير تروح يا بشير، ما بيصير تتركها وتهرب. بشير ما بيصير تروح، ما بيحق لك تحبس حقيقة ومستقبل الناس بخزنة. لا لا. بشير 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 بشير، يا ممرضة يا ممرضة، بشير بشير حدا يجي لهون. اهدى شوي، حاول تسترخي. ما بعرف شو صار له فجأة. ناديلي للدكتور بسرعة بسرعة. مو هيك؟ وأنا قمت وكبيته، ما عاد في لا مفتاح ولا شيء. ليش؟ شو رح يصير بالخزنة؟ بس اتحسن وقوم على رجلي
أول شغلة بعملها رح رجعها. أصلاً ما كان فيها شيء مهم. أخ ريحتني، يعني حمل ونزل عني. ما في إلا أماني أماني. ما بتعرفوا قديش كان عم يوتر لي أعصابي. ما عاد في أماني بقى. صب لك كاسة تانية شهيرة خانو. لا يسلموا، ما بعود بقدر نام بعدين. كلوا من البندق لساته تازة، بإيدي قطفتهم. عم ناكل، يسلموا إيديك. فيروز خانم ليش ما كانت معزومة على الحفلة؟ لا كانت معزومة، نهال عزمتهم هي وتحسين بي، بس الظهر حبوا يقضوا هاي الليلة لوحدهم. مثل ما بتعرف كان مسافر براد البلد. فهمت. عم تدور على شغالة جديدة؟ ليش في ببالك حدا؟ لا مجرد سؤال. شو صار لحتى فجأة تغير كل شيء يا سمر؟ كاتيا كانت مقربة كتير من فيروز خانم، قولي لي شو اللي صار؟ شو اللي بدك تقوله؟ ليش كل شيء صار فجأة؟ يا ترى حلمي أونالي اللي خبر شرطة الأجانب؟ أنا ماني فاهمان شو اللي صار. من وين إجت سيرة كاتيا هلأ؟ ليش عم تفتح هذا الموضوع من ولا شيء؟ بالنسبة لي ما تسكر بنوب. رجاءً عدنان، بلا ما نوتر أعصابنا من ولا شيء. وأنا هيك عم أقول، بس موضوع كاتيا اللي ظهر فجأتان كتير عم يزعجني هالكم يوم. ولدته العجن زاد بروحتها لعندها الواطي حلمي أونال. نعم تحسين بيك، عم بزعجكم. مساء الخير. مساء النور نهاد. أنا كتير آسف منشان اللي صار اليوم، كتير خجلان منكم. أنا زعلت لأنه فيروز خانم زعلت. يا ريت قدرتوا توصلوا عطاولتنا أو إنكم سلمتوا علينا. معكم حق، بس هذا الموضوع خارج عن نطاقي تماما. يعني بيسان هيك شافت وأنا ما قدرت أتدخل. بس كمان خدوها نصيحة مني، قد ما كنت غضبان وزعلان اوعك تتدخل بشؤون العيلة وإلا بتبقى برا. ما فهمت. إذا كانت بيسان بسبب مشاكلك أنت ما عم تلتقي مع أمها، هالشي مع الوقت أكيد رح يأثر عليك سلبا. غلطان يا بيك، أنا عم أبقى بالدرجة الثانية لأنه بيسان ما بدها تشوف أمها. المشكلة كلياتها بيناتهم. بيسان ما بدها تلتقي لا مع أمها ولا مع سمر بسبب الخلاف اللي بيناتهم. هالشي ما كنت بعرفه. وإذا بدك بلا ما تعرفه كمان، أنا ما اتصلت فيك مشان أعمل سرسرة، حبيت أعتذر وبس. التوتر اللي صار الليلة مو بسببي أنا. فهمت. وأنا آسف لأني زعجتكم. بترجاك تصبح على خير. تلاقي الخير. حياتي شايفتك انزعجت. لا أكيد تليفون مهم بهي الساعة. اتصلوا معي من مكتب اللي بأمريكا، شغلي حلة مو صعب. الحمد لله.
ما كنت مضطر تعمل هالشي. ليش عم تعتذر؟ شو مكان يكون مو حابب انزع علاقتي بتحسين أوزدير؟ شو يعني شو مكان يكون؟ هالشي يعني حتى لو خرب بينه وبين فيروز خانم بلا ما يخرب بيناتنا. ليش همك تحسين أوزدير؟ بكل أحوال بعد ما نروح من هون ما رح يكون لك أي صلة مع حدا. صح، بس صديق قوي مثل تحسين أوزدير بيلزمنا بكل وقت. شو المعنى؟ معناها بعد هلأ كل شي رح يكون أفضل من شأننا. تروحوا بالسلامة وأهلا وسهلا فيكن. الله معكن مع السلامة، لازم تعيدوها. ها نجي بنجي. ها سكور الديب. يا الله يا ريتنا أمنا قبل 5 دقايق. ليش عم تتخبي؟ لا تجني. يا سلام، مين اللي عندنا؟ مين يا ابني؟ الله لك عن جابكم. انا كثير اشتقت لك خالة شهيرة. وانا يا روحي. اهلا وسهلا يا بيك. اهلا وسهلا يا بيك. اهلا وسهلا يا بيك. اهلا وسهلا. قلنا منجي ومنشق على بشير. خير ما عملتوا؟ كيفه الليلة؟ الصبح كان متضايق شوي. إن شاء الله رح يتحسن. وأنت كيف صحتك؟ منيحة يا بيك، بشكركن. بتريدوا شي مني يا سيدي؟ لا فيك تروح، خد معك سليمان أفندي من فضلك. ما في داعي بنوب يا بيك، نحن حابين نتمشى شوي. إيه لأنه أكلنا كتير. خلينا نمشي شوي ومنهضي. لا ما بيصير، بلا ما تمشوا بهالوقت. يلا نشكركن. يلا بخاطركن، أنا بدي أشوف بشير شوي. الله معك، مع السلامة. تفضل يا بيك. بتحبوا تشربوا شي؟ لا بتشكرك. تعال سهيلة، عملت لك بوزة طيبة. ايه كيف كان عيد الميلاد؟ مهنا كثير تفاجأ. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. لا تتحرك، ارتاح. كيفه؟ منيح. شوفك بكرة الصبح بشير. نومتي أنا مثل نوم الأرانب، بتعرف إذا شعرت بأي شيء ضغط على الزر فورا. شكرا لك. تصبحوا على خير. يسلموا. أنت من أهله. يوم عن يوم عم شوفك أحسن. وأنا هيك عم حس حالي كمان. قرار رجع البيت كان قرار سليم. إيه بهذا البيت كنت سعيد لدرجة إنه عم أشكر ربي لأنكم موجودين بحياتي. عم بشكر ربي لأني ربيت عنكم. على طول شعرت بحالي. إني ابن لهذا البيت. شو بنعمل؟ نتركه لحاله بهيك حالة؟ ما بنهتم فيه؟ ما عم قلك لا تهتم، بس لا تبالغ باهتمامك. بكرة بيبرم ظهره وبيروح، وبالنتيجة أنت اللي رح تزعل. عملت اللي بيطلع بإيدك
مشانه، عملت كل شيء لازم بس بكفي بقى. أنا ما راح أسمح له يستغلك أكثر من هيك. مثلا فكرتي بهالشيء طول الليل؟ إيه، ما بدي إياه أبدا بهذا البيت. أنت بتعرف هذا اللي ما بيعرف حدوده شو عم بحس تجاه نهى؟ أكيد ما راح تقله بعد كل شيء صار، تعالي اقعد ببيتي وحم حوالين بنتي مشان تحبك. بالأول يطيب وبعدين بنحكي. ما في بالأول ولا بالأخير، بشير ما لازم يدوس هذا البيت. لسه رح يكون قدامنا أيام سعيدة. بشير كيفه؟ سيء يعني. لا تقولها. ما قلت لأهل البيت مشان ما يقلقوا عليه، بس وضعه مو منيح. بده يموت؟ وضع رئتي سيء كتير، يعني الخطر على حياته مستمر. الله يستر. هون عملوا له اللازم، رح نشوف إن شاء الله بيطيب. إن شاء الله. أخي يا بشير، الحق معك شو ما حكيت يا عدنان بيك، ما قدرت دير بالي على حالي. رح بدون ما تخبرنا صار فيك هيك لأنك ما خبرتنا. أحياناً في صوت جوات الإنسان بيقول له روح. أنا سمعت هذاك الصوت حتى لو ما كان منطقي والنتيجة سيئة. أنا آسف. ما في داعي نحكي بهالشي هلأ. مزبوط، صارت وانتهت. كيف الكل؟ مناح؟ إيه. وحزور كمان مبارح نهال المهند انخطبوا. لا؟ اليوم رح نعمل لهم حفلة عائلية. كتير تعبت بالطريق، بس هيك صار أفضل. كنا قلقانين عليك. أيمتى هتطلع من المشفى؟ بس طيب. لكن عن قريب. صباح الخير يا زين. شوفي عدنان بيك، بشير عم يموت. هذا خطأي، ما كان لازم طلعك من المستشفى أبدا. أنا الحق علي. إذا بتريد يا دكتور قلي شو وضعه بالضبط. لازم تكونوا جاهزين لكل شيء، ما راح يطول كتير. انت ابني يا بشير، لسه راح يكون قدامنا ايام سعيده. رح قلها للمدموزيل بكره تخليك تطلع لبرا. رح خليها تجهز لك شمسيه وكنبايه تتسطح عليها وترتاح. الشمس منيحه لك. بس سافر وارجع يا ابني، رح اقضي معك وقت اطول. والعرس قرب كمان. والعرس عم يقرب كمان.
وأنا رح أكون أحسن. رح قاوم مشان نهال، أنا بوعدك. ما رح أكون ظل على سعادتها. يسعد صباحكم يا بيك، كل سنة وانتم سالمين. شكرا لك. العفو، تفضل يا بيك. انتبه على الباب. آسف. عفوا يا بيك، الشباب رح ياخذوكم على المكان المناسب بتعليمات من السيد عدنان. بابا. عمي مو تارك الشغلة على الحظ، مرتب كل شيء. شكرا لك. تصبح على خير يا بيك. تعور أنا. تمام. الأسبوع الجاي عندك حفلة تخرج، وبعدين العرس. من اليوم وطالع كل يوم رح نحتفل بشغلة جديدة. وجودي معك هو احتفال بحد ذاته. أنا كثير بحبك. يلا لوين رايحين؟ احكي، الناس عم تستنى. على مين اليخوت؟ رح منتابع باليخت؟ اي، مفاجآتنا مستمرة. لسا شو في مفاجآت؟ بس نروح بقلك، ما عاد في إشارات منه. يسلموا إيديك. أهلا وسهلا. مين؟ كاتيا، أنا محمد. مرحبا. أهلين. ألف حجة حكيت له للحراس، بعدين مدري كيف اقتنعوا وفوتوني. كنت قاعد بالبيت وحضرت بعض الشغلات لأكلها، خطرتي على بالي، قلت لحالي يا ترى بحاجة لشي؟ تسلم. فجبت كم شغلة مشان ناكل مع بعض. بس أنا أكلت. ويكون، منحطهم بالبراد. من البداية قلت لك ما رح بزعجك، بس وجودك هو لوحدك عم يزعجني كمان. وهذا لألك. شو هذا؟ خليهم معي. لا ما في داعي بنوب، أنا معي مصاري. كاتيا، حتى ولو كان على الورق أنا بكون جوزك، هيك عنا، ما منحب نغدر مرة. إذا حابب تساعدني بتلاقي لي شغل، بس شغل نظيف وما يكون قريب من حلمي أونال. تمام، منشف لك. عرفت إنه ما عندك مفتاح فجبت لك واحد. الشرب ما حلو بكاسات البلاستيك، مشان هيك في كاسات. رح شف لك شغل مثل ما بدك. الحقيقة وأنا كمان لازم أبعد عن الجو اللي أنا فيه. فكرك أنا كتير مبسوط مع حلمي أونال. بس هيك مبين عليك. مضطر أظهر هيك، بس أنا ما بوثق فيه بالمرة، لأنه بس ينتهي شغله من حدا بيقلب 180 درجة، بيستغل وبيرمي للواحد. كيف رموك اللي كنتي عندهم بكرة هيك بيرميني. كاتيا، اسلموا. بس أنت بإيدك ورقة مهمة، وممكن تحصلي من وراها
مبالغ منيحة من فيروز خانم حسب المعلومات اللي بتعرفيها. عم بحكي جد، ليكي ما بتضطري تشتغلي هون، بتروحي بتضمي لابنك مثل ما بدك، وخليهم هن يقلقوا ويفكروا. اهلا وسهلا يا بيك، يسعد صباحكم. اوه، والسجادة الحمراء كمان. ايه كيف لك؟ والله اللي عملتيه مثال سيء، ما حدا رح ينبسط من المفاجأة اللي عملتيها. اساسا مفاجأة ونعمل، مو هيك؟ بتمنى ما تواخذونا. بس ما في ورود على الارض، وين الورود؟ ايه استقبال خفيف وعادي. والله شو؟ اه عم بمزح. اهلا وسهلا. ايه وين اليخت تبعنا؟ هذا هو. لا بقى هذا كتير. حبيبي كل سنة وانت سالم. وانتي معي حبيبتي. يا ابني شو هذا؟ انا بكرهك يعني هال. انت احسن رفيق لي يا مهند. نهال ما عم صدق، حاسس حالي بحلم. هدية عيد ميلادك وهدية عرسك كمان. لا دقيقة، أنا كيف رح رد لك هالشي نهال؟ لا تجنني. أصلاً مو أنا اللي اشتريته، بابا هو اشترى. بدي واحد مثله أنا كمان. تتهنوا فيه. بنسكن فيه كلياتنا سوا، يلا. إذا بدكم خلينا نعيش هون كمان. يلا لشوف. بس ثانية، أنا شو بدي أشتري لك؟ أنت اللي بدك تصرف علي بأمريكا، من بعد هلا أنت مسؤول. بجنن. تعا شوف تحت كمان. يلا تعا. الو محتال. عمو هي مفاجاه بتاخذ العقل، ماني عارفان شو بدي اقول لك. عن جد شكرا كثير. اولا هي مو هديتي، هديه نهال. ما عم صدق بياخذ العقل. تتهنوا فيه، روحوا انبسطوا. عمو هذا اللي اخذ مرضني. منيح، خلاص فهمنا. ايه بس بابا عنده شرط. ها قال عندك شرط هيك عم بتقول نهال؟ ايه الياخت رح يبقى هون، ومشان خاطره بدكم تجوا كل صيفيه على القليله حتى تشوفوا. انت شو عم بتقول؟ بسببه انا رح بتخلى عن الدراسات كمان. لا تخليني بلش فيك. ها عم بمزح عم بمزح، تمام خليه يبقى هون. يلا الله يبسطكم. شكرا لك. اشتريت لهم ياخت؟ هذا اليخت اللي شافوه السنه الماضيه بالكتالوج وطار عقله فيه. وكمان هدية عرس نهال. ما قلت لي هالقصة. وهي كانت مفاجأتي أنا. هلأ هاد لقلنا؟ ايه لقلنا، لمهند ونهال خزندار. نهال خزندار. تصبحي على خير. لوين رايح؟
لازم اشتغل شوي مشان بكره. تصبح على خير. تفضل عدنان بيك، آسف لأني فيأتك. لا أبداً، تفضل. اللي في شي تطورات؟ إيه، أقنعته لسائق حلمي أوناليا بيك. حلو. وهلأ موجود عند كاتيا. اللي رح يعرفه بكرة رح يقلنا يا. تمام، أصبح بكرة بشوفك. بكرة بنلتقي. تصبح على خير. تلاقي الخير عدنان بيك.